إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وشر الامور محدثات وهو كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أريد أن أتكلم عن بعض المغالطات وعن بعض الافتراءات وعن بعض الكذبات التي يختلقها ويفتعلها رقاة الكهانة والدجل. الرقاة الذين وجدوا الماء العكر الذين يصطادون فيه الا وهو العوام المساكين المصابون بالسحر والمس والعين والحسد المصابون بالامراض والابتلاءات اولئك المرضى الذين يبحثون عن العلاج والشفاء في اي مكان ويجهلون احكام العلماء في الرقيه الشرعيه يجهلون قول الله سبحانه وتعالى ونهيه عن الرقية الشركية ويجهلون قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونهيه عن رقية التخريب والبدع والضلالات ويجهلون رقية السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم وفتاوى العلماء فيظنون بأن الراقي الذي يقرأ القرآن أو يأتي ببعض الأدعية وجل مجالسه مع الشيطان جل مجالسه مع الشيطان يحاوره يمازحه يضاحكه يبجله يعظمه ياخذ ويرد معه في الكلام ويجلس معه ويشرب القهوه والشاي في حضرته يظنون ان هذا الراقي الذي يحاور الشيطان ويتعامل مع الشيطان ويتخذ الشيطان له صديقا على اساس انه داعي الى الله يدعو الشياطين لم يدعوهم النبي صلى الله عليه واله وسلم وهو يرى بان الله سبحانه وتعالى اوجب عليه ان يدعو هؤلاء الشياطين فيظن هؤلاء المرضى المساكين ان هذا الراقي هو الراقي ان هذا الراقي هو الراقي المعالج هو الطبيب الحذق هو الذي اوصى به العلماء واوصى به الائمه وهو ال... الذي نجد عنده العلاج وفي الحقيقة لجهل هؤلاء المساكين هذا هو الخطر هو الخطر بعينه هو المصيبة بعينها يبقى المريض مصاب بالسحر والمس وبالعين والحسد ولا يذهب إلى هذا النوع من أنواع الرقات. لأنه كما قلت لكم خطر على عقيدته وخطر على صحته وخطر على ماله وخطر على عرضه وخطر على حالاته النفسيه بل يزيده مرضا يزيد الشيطان اللعين تمسكا وتحكما وتسلطا الراقي الذي يعالج الناس هل علاجه للناس انا اتكلم عن الراقي وليس الطبيب المادي العضوي الذي تذهب اليه من اجل علاج مرض معين جسدي عضو ما مصاب بمرض في الجسد فتذهب اليه هذا الطبيب يعتمد على دراسته قد يكون حتى طبيب ليس بمسلم قد يكون طالع طبيب مشرك او طبيب كافر ونرى الان غالب المسلمين اذا اصيبوا بامراض خطيره مثل مرض السرطان او هذه الامراض يذهبون إلى بلد الكفر، لماذا؟ لوجود الأجهزة ووجود الطب، لأن الطب توسع عندهم، هذا الطب المادي العضوي. هذا الطبيب يعتمد على دراسته وخبرته ويعتمد على الأجهزة التي عنده. أما الرقية لا، الرقية خلاف ذلك. الرقية الراقي أولا وأخرا يعتمد على الله سبحانه وتعالى. الرقية الراقي في علاجه يعتمد على إخلاصه وعبادته وتقربه إلى الله سبحانه وتعالى. يعتمد على صدقه. يعتمد على إعانة الله سبحانه وتعالى له بملائكته وبتوفيقه. يعتمد على استعانته بالله سبحانه وتعالى. يعتمد على رجوعه وتوسله بالله سبحانه وتعالى. يعني الراقي لا تجد له لا حول ولا قوة له في علاج ذلك المريض إذا لم يوفق من الله سبحانه وتعالى إذا لم يوفق الله سبحانه وتعالى وتوفيق الله سبحانه وتعالى عديدة قد يوفقه وينصره أولا بكلامه القرآن الكريم لأن فيه شفاء وننزل من القرأن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ويوفقه بالثبات يوفقه بالنصر يوفقه بالملائكة تساعده وتعينه دون أن يشعر دون أن يشعر هذا أمر غيبي يبقى في عالم الغيب لكن يوفقه الله سبحانه وتعالى بوجود الملائكة لكن كيف هل الراقي الذي مجلسه كله شياطين هل الراقي الذي يجلس الشياطين بالساعات يحاورهم يضاحكهم يمازحهم يخالطهم يسالهم ويجيبهم والعكس هو يجيب والشياطين يسالون ويبقى معهم بالساعات والساعات والساعات ويستعين بهم لمعرفه مكان السحر ومعرفه اسم الساحر ومعرفه امور غيبيه لا يجوز السؤال عنها لانها في علم الغيب هل هذا المجلس الذي هو كله شياطين في شياطين هل هذا ينصره الله سبحانه وتعالى هل هذا المجلس يؤيده الله سبحانه وتعالى هل هذا المجلس يحضره الملائكة لأن هناك بعض الرقاة يكذبون على المرضى يبدأون يتكلمون في كلمات ويقدمون مواعظ ودروس ويقدمون أحاديث على أنه مؤزر وعلى أنه مؤيد من الله سبحانه وتعالى بجنود الخفاء وجنود الخفاء عنده اما الملائكه عليهم الصلاه والسلام واما الجن المسلم لكن الملائكه هل الملائكه ينصرونه ويعينونه بل نقول هل الملائكه يحضرون في ذلك المجلس الذي كله شياطين في شياطين نحن اصحاب الدليل نحن نمشي مع الدليل اينما ذهب الدليل نذهب الدليل هو آية من الكتاب أو حديث أو تقرير أو فعل من السنة أو أقوال الصحابة رضي الله عنهم وأفعالهم هل نجد في السنة أو في الكتاب أن الملائكة يحضرون في مجلس حضر فيه الشيطان هيا نبحث ونتكلم في هذه النقطة لعلنا نجده مصيب فان لم نجده مصيبا في هذه النقطه نجده فعلا بانه مصيبه مصيبه تسقط على راسه لانه يخالف عقيده اهل السنه والجماعه ومصيبه تسقط على المريض المسكين لماذا؟ لانه يسلط عليه الشياطين اكثر فاكثر لان المجلس يحتاج الى تاييد ونصر من الله سبحانه وتعالى ويحتاج الى حضور الملائكه عليهم الصلاه والسلام المجلس الذي لا يقرا فيه القران الكريم والذي لا يذكر فيه الله سبحانه وتعالى ولا يصلى فيه على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكون فيه الدعاء وانا اقول هذه الامور يجب ان تكون هي المسيطره على المجلس لان بعض الرقاه الذين يتعاملون مع الشياطين ويتخذون الشياطين لهم اصدقاء ياتي في بدايه الامر بقراءه القران قد ياتي بالدعاء قد ياتي بالاذكار لكن جل وقته وجل الساعات التي هو فيها في ذلك المجلس للشياطين اما ان ينادي الشياطين اما ان يستعين بالشياطين اما ان يذكر اسماء الشياطين واشكال الشياطين اما ان يحضر الشيطان ويبدا في الحوار معه يساله يناقشه من اين جئت؟ كيف جئت؟ مع من انت؟ هل انت مسلم؟ هل انت كذا؟ هل انت كذا؟ المهم يدخل معه من الباب الواسع في امور الغيبيه التي نهى عنها العلماء واصلا هذا الحوار وهذه الاستعانه كل العلماء بدون استثناء لا يكذبون عليكم حتى شيخ الاسلام ابن تيميه لم يجوز هذا الحوار ولم يجوز هذه الاستعانه هم يكذبون عن ابن تيميه ويكذبون عن العلماء بانهم يجوزونها والله العظيم يكذبون كل العلماء قد يكذبون حتى على الشيخ بن جبريل رحمه الله وعندنا فتاوى قد ذكرناها بانه لا يجوز هذا الحوار وهذه الاستعانه بهذه الطرق. فهؤلاء رقاة يتعاملون مع الشياطين وهم اصدقاء للشياطين ويعملون لصالح الشياطين بل حتى انهم والله العظيم يعملون لصالح السحره شعروا ام لم يشعروا ويعملون لصالح المنجمين. المجلس الذي يحضره الملائكه هو الذي لا يحضره الشيطان. هو الذي لا يحضره الشيطان. لذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما رقى عثمان ابن عمرو بن العاص هل حاور الشيطان هل جالس الشيطان هل بقي معه دقائق قال له أخرج عدو الله أنا رسول الله وذلك الولد الذي كان مصاب بالسحر والجنون مصاب بالجنون مصاب بالجنون لمدة سبع سنين وكان يأتيه السرع مرتين في اليوم هل جلس النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الشيطان وحاوره لا قال له أخرج عدو الله أنا رسول الله والسوداء هل النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت له إنني أسرع يا رسول الله هل ذهب وجالس ذلك الشيطان ودعاه للإسلام ودعاه ألا يظلمها وطلب منه الخروج لا فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم حاشا أن يجلس في مجلس فيه الشيطان بل حذرنا من جميع المجالس التي يحضرها الشيطان وقد ذكرت منها العديد والعديد الشيطان حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من الخصومات لانه يحضر فيه الشيطان حذرنا من اماكن الغناء ومزمار الشيطان لان الشيطان يحضر حذرنا عليه الصلاه والسلام من ماذا من الغيره المفرطه التي تدعو الى الشك لان الشيطان يحضرها حذرنا عليه الصلاه والسلام من اشياء واشياء يحضر فيها الشيطان بل حذرنا حتى ولو كان الشيطان بعيد وبعيد وبعيد وطلب وامرنا بالاستعاذه بالله سبحانه وتعالى منه وبالاستعانه بالله سبحانه وتعالى من هذا الشيطان اللعين وقد ذكرت لكم احاديث واحاديث ساذكر لكم هذه الاحاديث ان شاء الله باذن الله الله سبحانه وتعالى قال وان نزغك نزغ من الشيطان فاستعذ بالله امرنا بالاستعاذه اذا جاءنا نزغ جاءتنا وسوسه جاءنا توتر قلق غضب وحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من الغضب لان الغضب يحضره الشيطان حذرنا من مجالس كثيره وكثيره يحضرها الشيطان فما بالكم الشيطان نفسه فما بالكم بالشيطان نفسه الله سبحانه وتعالى قلت لكم قال إن نزغك نزغ كنزغ من الشيطان فاستعذ بالله وأيضا نستعمل استعاذة من حضوره وأعوذ بك ربي أن يحضرون يعني يحضر الشياطين فهؤلاء رقاة الكهنة والدجل يتعمدون إحضار الشياطين يتعمدون إحضاره بل يبحثون عنه يطلبون منه أن يصعد أن يأتي أن يحضر وقد فتت اللجنة الدائمة أفتت اللجنة الدائمة وأفتى العلماء بعدم جواز هذا الأمر وقالوا من يقوم بهذا الفعل كاهن هذا الفعل الذي يقوم به الرقاد بارك الله فيكم فعل تاع كهنة هذا راقي كاهن الذي يتعمد إحضار الشيطان كاهن الذي يحاور الشيطان لمدة ساعات وساعات كاهن شاء أم أبى علم أم جهل شعر أم لم يشعر هذا هو الحق، هذا الشرع، هذا الدين سبحان الله. نحن لا نحذر منه لشخصه لأننا أصلا لا نعرفه وليس بيننا وبينه أي شيء. نحذر من أفعاله وأقواله. أقواله وأفعاله داخلة في الكهانة والدجل. فلذلك يجب أن نحذر منه. يجب علينا أن نحذر منه. لأنه خطر على الرقية الشرعية. خطر على معتقد أهل السنة والجماعة. لأن معتقد أهل السنة والجماعة ليس هو الحوار مع الشياطين وليس هو الإستعانة بالشياطين فتجد الرخ المخرف الدجال يتبجح ويقول مجالسي منصورة مجالسي مؤيدة من الله لماذا لأنني أرقي بالقرآن الكريم لأنني أدعو إلى الله سبحانه وتعالى أولئك الشياطين إلى الإسلام أو أولئك الجن إلى الإسلام وهل فعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم هل فعل الصحابه رضي الله عنهم هل افتى بجوازه العلماء حتى تجتهد وتاتي وتخرج بهذه المناكر وبهذه الاثام والمظالم وتظن بانك تحسن الصنعه انت في ضلال مبين انت في ضلال مبين هذه الاعمال التي تقوم بها والله كهنه تب الى الله سبحانه وتعالى ارجع الى نفسك مسكين ارجع الى نفسك ولا تترك الشيطان يستدرجك اكثر واكثر أنت ذاهب إلى ماذا؟ إلى طريق مضل. إلى طريق مضل والعياذ بالله، أنت تدور في الكهانة، تدور في الدجل، تدور في الشعوذة والعياذ بالله. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في مجلس مع أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. وأبي بكر كان يسبه أعرابي. ولم يتكلم أبي بكر، ولم يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم. فرد أبي بكر على ذلك الأعرابي فقام النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجلس فذهب إليه أبي بكر قال له أوجدت مني يا رسول الله ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم قال له كان أو نزل ملك من السماء يرد عليه يرد على الأعرابي لما كان يسب أبي بكر قال له فلما رددت عليه حضر الشيطان ولا أجلس في مجلس حضر فيه الشيطان أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المكان والمجلس الذي يحضر فيه الشيطان يحضر فيه الشر يحضر فيه الظلام ويحضر فيه الفساد الذي لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى. هذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يجلس ولم يبقى مع اصحابه رضي الله عنهم وارضاهم او مع ابي بكر من اجل الشيطان حذر وانت تتعمد احضار الشيطان من اجل الحوار من اجل ان تضاحكه وتمازحه من اجل ان تبجله وتعظمه وتذكره بالقاب وباسماء وبكلمات لا يجوز ان تقال حتى لانس يفعل المنكر مسلم مسلم ولو كان مسلما ويفعل المناكير وعنده ذنوب لا يجوز ان تقال له تلك المناكر فما بالك للشيطان اللعين الذي امرنا الله سبحانه وتعالى بالتبرؤ منه وبدفعه وبالاستعادة بالله سبحانه وتعالى منه وبالاستعانه بالله سبحانه وتعالى منه فأنت تتعمد إحضاره من أجل أن تمازحه من أجل أن تضاحكه وأنت تشرف القهوة هل هذا المجلس الذي يحضره الشيطان الذي يحضره أعظم شر الشيطان هو أعظم شر هل هذا المجلس يحتاج أن تأكل وتشرب يحتاج أن تضحك وتبتسم يحتاج لك أن تتبجح وتناقشه وتحاوره وتجارسه وتسأله ويسألك ما هذا بارك الله فيكم ما هذا هذا أمر خطير هذا أمر لا يجوز هذا مخالف للشرع مخالف للرقية الشرعية مخالف لما أمر به الله سبحانه وتعالى وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الضلال المبين هذه كيانة فلا تكذب على أتباعك المساكين المرضى وهذا كله تفعله من أجل الفيديوهات التي تريد نشرها ومن أجل الشهرة والظهور ومن أجل أكل أموال الناس بالباطل لماذا؟ لأنك ان لم تحاور الشيطان اللعين اكيد لا تسجل مقاطع فيديوهات لأن المقطع الفيديو اذا اردت ان تسجله اكيد يجب ان تفعل هذه المسرحيه وهذه التمثيليه الا وهي تمثيليه الحوار مع الشيطان اللعين والنبي صلى الله عليه واله وسلم حذرنا ولو كان الشيطان بعيد عنا لمسافات كما جاء في حديثه صلى الله عليه واله وسلم اذا سمعتم نباح الكلاب فاستعيذوا بالله من الشيطان فإنه رأى شيطان وإذا سمعتم سياحة ديكة فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملك رأت ملك فالشيطان اللعين عدو الله حذرنا منه النبي عليه الصلاة والسلام ولو كان لي مسافات ومسافات فالمجالس هذه التي فيها الحوار مع الشيطان وفيها الاستعانة بالشيطان هذه ليست مجالس خير هذه ليست مجالس موفقة هذه ليست مجالس مؤيدة من طرف الملائكة لأن الملائكة عليهم الصلاة والسلام لا يحضرون مجلس فيه الشيطان المجلس الذي يحاور فيه الراقي المخرف الشيطان لا يحضره الملائكة أبدا بالأدلة الشرعية من الكتاب ومن السنة ومن فعل وأقوال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ومن فتاوى العلماء فلا تغتروا بهذا الكذب ولا تغتروا بهذه النصائح والوصايا ولا تغتروا بهذه الدموع دموع التماسيح وبهذه الامور التي يظهرها لكم من اجل ان يبعدكم عن الشرع، يبعدكم عن كلام الله سبحانه وتعالى، ويبعدكم عن سنه النبي صلى الله عليه واله وسلم، المجلس الذي يحضره الشيطان ليس هو موائد الملائكه عليهم صلى والسلام، عليه الملائكه لا يحضرون مجالس فيها الشيطان، ابدا والله وبالله وتالله يكذب عليكم، والله وبالله وتالله يكذب عليكم. فالكثير من الناس مغرورون. بهذا الكذب وهذا البهتان وهذه الكهانة وهذا الدجل لأن كما قال ابن تيمية والشيخ ابن باز والكثير من العلماء الشيخ والعلماء الراقي الذي يتعامل مع الشيطان ويستعين بالشيطان هذا رقيته رقية كهانة هذه رقيته رقية كهانة لا يجوز الذهاب إليه لا يجوز مجالسته لا يجوز تصديقه فمن صدقه لم تقبل له صلاة أربعين ليلة من صدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا أو كاهنا فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم فالأمر خطير بارك الله فيكم يجب على جميع المسلمين أن يحذروا من هذه الرقية الجديدة الرقية رقية شركية رقية الكهانة والعياذ بالله التي تحارب الرقيه الشرعيه تحارب بقره النبي صلى الله عليه وسلم بل تحارب حتى رقيه جبريل عليه الصلاه والسلام تحارب رقيه السلف الصالح رضي الله عنهم يجب علينا كمسلمين عندنا غيره على عقيده المسلمين في هذا الباب باب الجن والشياطين يجب علينا ان نبين للناس بان هذه ليست رقيه شرعيه بل هي كهانه ودجل وضلال وليس هذا هو معتقد اهل السنه والجماعه في هذا الباب العظيم باب التعامل مع الجن والشياطين والصحابه رضي الله عنهم لم يكونوا يتعاملون مع الجن والشياطين بهذه الطرق التي يتعامل بها هؤلاء الرقاة رقاة الكهنة والدجل فالحذر الحذر الحذر بارك الله فيكم لا تجعلوا او لا تتركوا هؤلاء يكذبون ويؤثرون في عقولكم بما يقدمونه من هذه المواعظ او من هذه الدروس او من هذه النصائح هذه النصائح يحتاجون هم اليها هم يحتاجون إلى هذه النصائح لماذا؟ لأنهم هم في الضلال المبين هم يجالسون الشياطين هم يجالسون أكبر شر وأعظم شر حذر منه الله سبحانه وتعالى وحذر منه نبينا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم وهذا ما أردت أن أنبه عليه لأن الكثير من المرضى مغرر بهم ضحايا لهؤلاء مصاصي الدماء وآكل أموال الناس بالباطل بينهم وليبحثوا يبحث في فتاوى العلماء عما يفعله هؤلاء الدجاجلة في حوارهم مع الشياطين والاستعانة بهم يبحث هذا ليس قولي هذا فيه أقوال وأقوال للعلماء بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة يبحث ويفتشوا عن دينهم لأن هذا الأمر خطير يدخل إلى الشرك والعياذ بالله ويدخل إلى السحر ويدخل إلى التنجيم والكيانة مثل بدعة الأزوري التي اخترعها هؤلاء الرقاة الدجاجلة هي أصلها جاءت من عند المنجمين ثم نشرها الشيطان اللعين الذي يستعينون به ويحاورونه على ألسنة المرضى ثم تلقفها الرقاة ونشرها وقعدوا وأصلوا لها ثم استفاد من الساحر اللعين ومن هو الضحية؟ هو الأطفال الصغار الذين فيهم هذه العلامات التي اخترعها المنجمين من اجل قتل هذه الاطفال واخذ دمائهم للشياطين من اجل اخراج الكنوز والعياذ بالله حذروا من هؤلاء هؤلاء الشر مستطير الرقيه الشرعيه ليست الحوار مع الشياطين وليست الاستعانه بالشياطين وليست الجلوس والضحك والمزاح مع الشياطين لساعات وساعات هذه كلها بعيده عن الرقيه الشرعيه فاحذروا الشد الحذر من هؤلاء بارك الله فيكم وحفظكم ورعاكم وحاولوا أن تنشروا هذه المقاطع جزاكم الله خير في صفحاتكم المجموعة التي تشاركون فيها وفي القنوات وحاولوا أن تشاركوا في قناتنا لأن أهل الباطل وأهل البدع وأنصار رقاة الكهانة والدجل يبلغون عن القناة التي ترد عليهم ويعلقون ويسبون ويشتمون ويشككون في القناة من أجل أن يخلو لهم الجو فأين أنتم أيها الأنصار؟ أنصار الحق؟ أنصار الشرع، أنا لا أقصد أنه الحق معي، لا، أنا أقصد الذي له غيرة والذي يريد أن ينصر دينه ويريد أن ينصر عقيدة المسلمين، واجب عليه أن يحذر من هذه الكهانة العصرية كما قال الشيخ الألباني، واجب عليه أن يحارب هؤلاء الكهان وهم أخطر من الكهان الأصليين وأخطر من السحرة. لماذا لأن السحرة لم يفعلنا هذه الأفعال التي يفعلونها هؤلاء يدعون الناس الان إلى معتقد جديد إلى دين جديد في هذا الباب يريدون أن يدخلوا هذه الفكرة في عقول الناس من أجل ابعاد الناس عن العلاج بكلام رب العالمين من أجل إبعاد الناس عن العلاج بالأذكار والأدعية ويقولون بأن تلك الرقية كانت رقية قديمة وهي رقية بالية رقية ضعيفة يجب ان نجتهد ونخترع وناتي وناتي بالجد. تاتوا بماذا؟ تاتوا بما يوحيه الشيطان عليكم. تاتوا بما جاء به الشيطان اليكم. تاتوا بماذا والعياذ بالله. حاولوا بارك الله فيكم ان تنصروا دينكم وتنصروا عقيدتكم وهذا واجب عليكم بارك الله فيكم. نعم جل كلامهم من كتب الصفراء، كتب السحره. هم الان يبحثون في كتب الكهانه وفي كتب السحره وماذا نصح به السحره واوصى به السحره وتعامل به السحره يقدمونه الى الناس والعياذ بالله او جل كلامهم وما يقدمونه للناس عن طريق الحوار الذي يتعاملون به مع ذلك الشيطان المتسلط على المريض معلوماتهم في هذا الباب في باب الرقيه من مصدرين اما من السحره وكتب السحره واما من الشياطين الذين يحاولونها فالامر خطير بارك الله فيكم يجب عليكم ان تنصروا دين الله ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم واجب عليكم ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر واجب عليكم ان تنصروا دين الله سبحانه وتعالى في هذا الباب العظيم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم وصلى الله وسلم على نبينا الكريم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته